كبيرة قوي، وكان عازم فيها يجي 1000 واحد، وكان معايا زمايلي اللي في الفيلم، كان هو اللي عازمهم. كان أي واحد يجي يقول لي كلمة رقيقة أو كلمة ظريفة يقول لي كان بيقول لك إيه، وده كان بيبص لك ليه، وكلام من ده كتير قوي. وجه ابنه اللي ماسك معايا الإنتاج ورقص معايا، وكانت فضيحة. ابنه؟ أيوة ابنه، حد يغير من ابنه يا ناس؟ بعد الحفلة راح طالبه في السويت اللي كنا هنبات فيه، وطردوا بره الشركة خالص، ونزل فيا أنا ضرب وتلطيش، ويقول لي كلام كده مانيش فاهماه. كلام زي ايه؟ فضل يضربني ويقول لي عاملة لي فضرة يا بنت، ولا أنا عارفة فضرة دي تطلع ايه. فضرة يعني ايه؟ يظهر قصده على فضرة، الملكة اليونانية اللي حبت ابن جوزها. طب هي دي سعادتك يا دكتور، ده ابنه ده نوع. وبعدين وبعدين؟ تاني يوم رحت الاستوديو، قابلني شريف الممثل، قام قال لي نكتة ضحكت عليها. ليه وليه بقى ضحكت عليها؟ رحنا دهلنا في المكتب وقال لي ظريف قوي شريف ده، قمت قلت له اه. راح ندهل المخرج قال له شريف ده يتغير حالا. المخرج قال له خسارة، ده مصور 5 ايام. قال له في داهية. قال له خسارة نرمي 5 ايام في الارض كده. قال له فلوسي وانا حر فيها. وطبعا اتغير شريف ده. ايوه، والناس كلها عارفة، وبقيت ادخل واخرج من الاستوديو وانا حاطة وشي في الارض، حتى العمال بقيت صعبان عليهم. طيب واهلك يا زهرة، والدك ووالدتك يعني؟ اهلي دايما بيجوا معانا، بديهم فلوس وخد لهم شقة وشغل اختي واخويا، هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا ايه؟ طيب بس بس بس، انت تقعدي هنا يا زهرة، اقعدي في الأوضة مع هالة، وانا هشوف حل مع الراجل ده. ابوس ايديك يا دكتور نعمان، ما ترجعليش له تاني، لو رجعتوني له حموت نفسي. ما تخافيش ما تخافيش يا زهرة، هاتهولي على التليفون يا سعاد. انت مش نازل مصر، خلاص تبقى تقابله. هو يعرف انك هنا؟ لا ما يعرفش، انا خدت تاكسي قدام الاستوديو وجيت على طول، حتى شنطتي في الاستوديو ما خدتهاش، جيت على طول على هنا. سلامتك يا بابا. ايه تعبت تاني؟ اوعى تكون تعبت من كلامي معاك، اسيبك ترتاح شويه. لا يا هاله بنتي، خليكي جنبي ما تسيبينيش. خايفه تكون تعبت تاني يا بابا. ابدا، معقول اتعب منك؟ ده انا ما صدقت. صحيح يا بابا، حقيقي مبسوط كده وانا قاعده معاك على طول. طبعا يا هاله، وهي دي عايزه سؤال. اصل انت يا بابا، الحقيقه انا اول مره احس ان احنا قريبين كده من بعض، كنت دايما بتبقى بعيد عننا. فعلا فعلا ليكي حق يا بنتي، بس انا معذور يا هاله، المصنع ده ما اتعملش بالسهل، انا ما ورثتش ولا مليم عن ابويا، كتر خيره قدر يعلمني من بين اخواتي. صدقيني يا هاله بنتي، انا عمر ما كنت بعيد عنكم بقلبي. كنا نفسنا نحس بكده يا بابا. ايوه بس انا كنت سرقان السكينه، انا كان كل همي ان انا اوقف المصنع على رجليه، كان كل هدفي ان انا اخليه اكبر مصنع في البلد، وكان املي ان انا ادخل اخوك هاني كليه الهندسه عشان يديره من بعدي. يا بابا هاني ما بيحبش كليه الهندسه، واحنا مبسوطين جدا وانت معانا كده، مش عايزين اي حاجه زياده، المهم بقى تلتفت انت لصحتك. والتفت ليك انتوا كمان، مش كفايه الدقايق اللي بنقضيها مع بعض؟ يا بابا الايام جايه كتير، بكره هتزهق مننا. لا يا بنتي، انا حسيت في فتره من فترات ان انتوا غرب عني، بدليل ان انتوا كنتوا بتشتكوا همومكم ومشاكلكم للراجل الغريب وما فكرتوش تشتكولي. احنا فعلا يا بابا ما كناش فاهمين حضرتك، لاول مره احس بحنيتك وقلبك الكبير. من هنا ورايح احنا اصحاب اصدقاء، مش اب واولاده وبس. يا حبيبي يا بابا. لسه مصر على الانكار يا فندم؟ انا ما عملتش حاجه. والادله دي كلها؟ ادله ايه يا فندم، ده كلام فاضي. وشهاده هاني ومدام سعاد كذب، وشهاده الفلاحين اللي قالوا انك سبتهم قبل الفطار، دول ما يعرفوش حاجه. والحاجات اللي جابها حضره الضابط من بيتك. انا مش عارف اقول سعادتك ايه. تقول الحقيقه. اسالني وانا اقول.
دلوقتي نقدر نقول مع بعض انك كنت تعرف صادق وانه كان صديقك كمان. ايوه. وانه جه زارك هنا في بيتك اكتر من مره. ايوه. تقدر تحكي لي اول مره اتعرفت عليه فين وامتى وازاي؟ انا هحكي لسعادتك على كل حاجه باختصار شديد. مش باختصار شديد، بالتفصيل. انا عرفت صادق من حوالي 15 سنه. اتعرفت عليه في سهره عند ناس اصحابي، ومن يوميها بقينا اصحاب لحد ما اختلس من البنك ودخل السجن. ومره رحت زرته في السجن. والمدام مش بتجيلك برضه؟ المدام خلاص راحت لحالها. ليه؟ خير؟ حصل ايه؟ طلبت الطلاق. طلقتها. احسن، خليك في حالك. المهم سيبنا مسيرة دي دلوقتي. خد ده العنوان اللي فيه فلوس، تروح تاخدها وتشيلها في اي حته لغايه ما اخرج. عندك في البنك. بنك؟ ليه؟ ما شغلها لك احسن. شغلها؟ انا عندي مشروع يجيب ذهب. وبعدين حصل ايه؟ ابدا. ابدا ايه؟ خدت الفلوس طبعا. طبعا. عملت بيهم ايه؟ حاجات كتير. زي ايه؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا عملت مزرعة عجول، ومشروع تربية امهات دواجن، وتاجرت في العلف. والحاجات دي طبعا كانت كلها باسمك. يعني؟ يعني ايه؟ حاجات باسم اختي وحاجات باسم جوزها. حضرتك عارف انا موظف حكومه ومحبش. وصادق كان عارف بتعمل ايه في فلوسه؟ طبعا، ما انا كنت بزوره في السجن واقول له. وكان مطمن على فلوسه؟ ده ما فيش حاجه خالص كانت مكتوبه باسمه. ما هو كان عارف ان ده مش ممكن. كفايه كده النهارده، قفل المحضر ونكمل بكره. باين عليك تعبان قوي يا دكتور. مش ممكن، مش معقول. بقى ده ابويا؟ يمكن واحد شبهه. ايه بتكلم روحك يا هاني؟ بتكلم روحي ايه؟ بكلم روحي ايه يا مدام سعاد؟ ده انا خلاص مخي حيطق. حيطق؟ ما طق من زمان. انا بتكلم جد. تفتكر الراجل اللي نايم فوق ده اللي قاعده معاه ماما وهاله، ده يبقى ابويا؟ اخصى عليك يا هاني، هتتنكر لباباك. لا مش قصدي، اصله اتغير قوي. ده بقى انسان تاني خالص. تفتكر البني ادم ممكن يتغير بالسرعه دي كده؟ ايوه، التجربه بتفتح مخ الانسان وتغير. هو اتغير بعقل؟ ده بقى حنين بشكل، ده بيضحك. زداي بيقول لي ايه؟ بيقول لي تعالى اقعد جنبي. وقعدت جنبه؟ لا طبعا، خفت. خفت من ايه؟ خفت. احسن يكون بيدبر لي مقلب ولا حاجه، قلت اتاكد الاول. مالكش حق، كنت جرب. اجرب؟ طب تفتكري واحد زي الدكتور نعمان ده ممكن يتغير ويبطل شخط ونطر وشتيمه؟ ايوه ممكن. وبعدين انت زاد انت؟ لا اتغير فعلا. دكتور نعمان، عاوز حضرتك يا مدام سعاد. طيب. مش معقول، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ امال فين الراجل اللي ما يسماش ده؟ معرفش، مش عايز اعرف. احسن انه ما جاش. امال انت هنا بتعملي ايه؟ فعلا جيت. انا ازعل؟ ده انا كنت هطير من الفرح ساعه ما شفتك. هلا طب اتفضلي اتفضلي. على فكره زهرة، انا من ساعه ما شفتك حسيت بحاجه غريبه كده. حاسس بايه؟ حسيت زي ما يكون جسمي نمل. نمل؟ اه. سالت، عارف قالوا لي ايه؟ قالوا لك ايه؟ قالوا لي ده الحب. ايه؟ مش مصدقني؟ لا مصدقك طبعا يا استاذ هاني، وانا كمان. انت كمان ايه؟ قول يا زهر. انا كمان حاسه اني من ساعه ما دخلت بيتكم هو اريح مكان ليا في الدنيا. ده انت شفتيه وهو ملخبط،
امال لو شفتيه بقى على الرايق. وباش مهندس عقل ازاي دلوقتي صحته بقت كويسه قوي. يعني ما سالتش عن هاله؟ ايه مال يا عيانه؟ ايه في شتك عايمه قوي يعني؟ وليه لا، وانت في شتك مش عايمه؟ انا في شتي هتعوم ليه بقى؟ عندك حق، تعوم ازاي وانت غرقان لشوشتك؟ غرقان غرقان في مشاكل الناس. مشاكل الناس وحاجات تانية. انا مش عارف انت جبت الظرف ده كله منين. من بعض ما عندكم. مش بيقولوا من عاشر الام 40 يوم؟ شوف انا معاشرك كام سنه بقى. طيب لو تسمحي اندهي لي مختار. عايز مختار ليه؟ يا سلام، عايزه في موضوع كده. موضوع ايه؟ مش للدرجه دي بقى. وانت رقيبه عليا ولا على مختار؟ عليكم انتوا الاثنين. طب روح اندهيه وانت بتعرفي انا عايزه ليه. اعمل معروف يا دكتور، كفايه اللي حصل له، اللي فيه مكفيه. عارف يا ستي عارف. طب عايزه ليه؟ ما تسيبه في حاله بقى. هو تحقيق؟ ليه لا يا ستي، كفايه تحقيقات بقى، وروح اعمل اللي بقولك عليه. حريقه حريقه نار المسح. طف يا جدع. حريقه ايه يا سيد؟ ده انا ببخر. بتبخري؟ هو ده وقته يعني؟ ده انا هتخن. افتح الشباك. انيس ارحميني يا انيس، هتحرقي السرير يا انيس. ابعدي النار دي عني. حاضر، لو ان البخور ده هو اللي بيطرق العين. هو اللي حصل لنا ده شويه يا سيد. اللي حصل خير يا انيس، ربنا حب يفوقني. انا كنت عامل زي القطر ماشي كده، واخد في وشي وماشي على طول، لكن الحمد لله انا فوقت الحاجات كتير يا انيس. لا يا اخويا، ده انت طول عمرك فايق قوي. لا والله يا انيس، ده حتى ولادي انا ما كنتش فاهمهم. ايه دي العين؟ العين اساس كل المصايب. عين ايه بس يا انيس؟ عين ايه؟ ده ربنا اكرمني وزال عن عين الحجاب. انا شفت حاجات كتير، الحمد لله اللي حصل خير قدر ولطف. اهلا يا هال. اهلا يا بنتي. لما سمعتك بتكح جبت لك كوبايه الليمون دي عشان تراق بيها دم. متشكر يا ست. ايه بقيتي دكتوره كمان؟ وليه لا يا سي بابا. امال فين الواد هاني؟ عشان خاطري ما تزعلوش، ده في عياك بقى راجل مال وهدوم، وفي البيت وفي المصنع كمان. كمان في المصنع؟ لما تنزل الشغل بالسلامه هم هيقولوا لك على كل حاجه هناك. هلا اندهه لي انا عاوزه. ايه اللي انت عملته ده؟ انا هتجنن، هيجرالي حاجه. انا كنت هنشل. من ايه بقى؟ من العيال المفعيص دول. الواحد منهم ما يستاهلش جنيه، وعامل لي وعلي. ما كنتش عارف قبل ما تتجوز ان ده كله هيحصل؟ واعرف ازاي بس؟ هو انا اتجوزت قبل كده كم مره؟ وكل مره سنك بيزيد وسن العروسه بيقل. ده جزاي بقى اني بادي خدمه لناس ما يستاهلوش؟ خدمه لهم ولا لنفسك يا شكري؟ ايه المانع يعني انها تبقى خدمه لينا احنا الاثنين، لهم وليه؟ ايوه خلاص بقى استحمل. استحمل ايه يعني؟ ان واحد يكلمها يبص لها يرقص معاها يعاكسها. واحد دي سكاكين بتقطع في جتتي. لا يا شكري لا، مش هي دي السكاكين اللي بتقطع في جتتك. كانت هتقطع في جتتي انا كمان. السكاكين هي السنين اللي احنا عشناها يا شكري، السنين اللي احنا عشناها وعملت الشيب اللي على راسي وعلى راسك ده. أنا مش فاهم حاجة أبدا. أنت اللي مش عايز تفهم يا شكري. الليل ليل والنهار نهار، ولا يمكن لأناديل الدنيا دي كلها إنها تخلي الليل نهار أبدا. ده إيه اللي قلب مخك كده؟ قول لي إيه اللي عدل مخك؟ طب ايه اللي عاد المخ كده؟ انت شكري حاجات تانية كتير قوي. وايه اللي كان قالب مخك قبل كده؟ انت برضو يا شكري. طب والحل؟ الحل انك تطلقها وفورا. سعاد يا سعاد. خير يا دكتور؟ من حق فين مختار؟ مش قلت لك ان ده ايه؟ انا سالت عليه قالوا لي راح النيابه. طيب ابعتي حد ينده مأذون. مأذون؟ ايوه المأذون. مأذون اللي بيجوز الناس ده.
انت متاكد انك عايز المأذون؟ اللي متاكد نعم فاصل. فكرت كويس جدا. ده قرارك الاخير؟ اخير ايه واول ايه؟ ابعتي حد ينده مأذون المحروسه. انا بس قصدي. قصدك ايه بس؟ روحي اعملي اللي بقولك عليه. حاضر. ايه رايك لو تفكر زياده؟ فكرت. وايه المانع لو تفكر تاني؟ فكرت تاني وتالت وعاشر. حاضر انت حر. هجيب لك المأذون. ما راجل مفتري صحيح يعمل كل ده واكتر كمان. تيجي نضربه؟ نضربه ايه؟ ده هو اللي رقعني حته علقه عمري ما شفتها في حياتي. طب واللي يضربهولك؟ لا ابعد عنه انت يا هاني، انت مش قده. مش قده ده ايه؟ ده انا انفخ فيه قطياره. ازيك دلوقتي يا زعل؟ ايه لسه زعلانه؟ ما تزعلش ازاي بقى اذا كان الراجل اللي ينشك في دراعه بيضربه؟ ان ما وريته. شكري ده موتني من الضرب. طب روح شوفي هاني بابا عاوزك ليه. بابا عايزني ليه؟ مش عارف. وماله؟ ما هو بقى راجل طيب خلاص، احسن يكون رجع في كلامه. هو رجع في كلامه يا هلا؟ لا ما تخافش. على ضمانتك؟ ما تروح بقى. اصل انا يعني كنت بقول ان الهندسه يعني والميكانيكا، هي الميكانيكا زي السيكه بس السيكه مزيكا والهندسه ميكانيكا، هما الاثنين الحقيقه قريبين من بعض. بس يعني انت يا ولد بتهلوس تقول ايه؟ هلوس؟ هلو اقول لها على ضمانتك؟ تقول لي روح بقى واسال مدام سعاد تقول لي ممكن. ممكن ايه؟ ممكن يعني الانسان يتغير ويبقى طيب. انت عارف يا ولد انا نادهلك وعاوزك ليه؟ اذا كان زي زمان تبقى عشان تهزقني، اذا كان على كلام مدام سعاد ابقى مش عارف حضرتك عايزني ليه. انا نادهلك عشان اقول لك ادرس اللي يعجبك. انا اخيرا يا ابني اقتنعت بان الانسان عشان ينجح لازم يدرس الحاجه اللي بيحبها. طب وانا مالي حضرتك بتقول انا الكلام ده ليه؟ ما انا يا ابني بقوله لك انت. انت انا مزيكا؟ ايوه مزيكا. ادرس اللي يعجبك. انت اعظم اب في الدنيا. انت حبيبي، انت حبيبي ولد. حبيبي يا ولد، هتفطسني يا ولد. وفضلت مواظب على زيارته في السجن لغايه ما انقطعت قبل خروجه بفتره. ها، وبعد ما صادق خرج من السجن حصل ايه؟ جالي المحروسه وزارني في البيت. الحمد لله على السلامه يا صادق. الله يسلمك. طيب مش كنت تديني خبر علشان اروح اجيبك؟ هي جت كده، انا قلت هاجي اسال عليك في المحروسه واكيد هلاقي حد يوصلني ليك. سالت ناس كتير هنا يعني واحد اتنين. ليه؟ لا قصدي يعني ما تعبتش. المهم ايه اخبار المزرعه؟ عالي العال. انا قلت اجي اركن عندك هنا يومين ثلاثه اهو اطمن على المزرعه لحد ما اعرف انا هعمل ايه. اهلا اهلا بيك يا صادق. بس يعني. يعني ايه يا سمير؟ ابدا يعني مفيش داعي حد يعرف ان كان في صله بيننا وبين بعض قبل كده، يعني عشان ما نقلبش القديم. والعمل؟ نشوف لك شغل حوالينا كده، اي شغلانه تبرر بيها وجودك هنا في المحروسه. شغلانه تاني؟ حزرع ولا قلع ولا حنق الدوده؟ كلام ايه ده يا صادق؟ انت زعلت ولا ايه؟ انا بقول كده عشان مصلحتنا احنا الاثنين. ما انا مش شايف شغلانه هنا. ايه اللي كس لقيتها؟ خلاص. انا امبارح كنت في مصنع قريب من هنا بتاع واحد اسمه سيد عقل، كان بيسألني على مدير حسابات. ايه رأيك؟ تنفع دي؟ ايوه، واول ما يعرف انا طالع منين هيقول ملوش شغل عندي. يا سيدي حاول، ولما يبقى يسألك على اوراقك بقول له بعدين. طيب بس كلمه انت الاول وبعدين اخد منك كارت وروح له عشان يطمن. لا بلاش، روح له لوحدك. يستحسن ان محدش يعرف ان كان في بيني وبينك علاقة قبل كده. واشتغل عند سيد عقل وكان مبسوط قوي، وسيد عقل فرحان بيه لغاية ما جالي في يوم وحكالي عن خناقة بينه وبين سيد عقل، عملية عملة صعبة
وفرق سعر دولارات. وبعدين؟ الموضوع ده كان مأثر فيه قوي لدرجة انه جالي في يوم زعلان. ما رضيش يديني غير 20,000 جنيه بس. كويسين. كويسين ازاي؟ انا حقي 50,000 جنيه. بس هو الراجل طماع. الله، انت مش كنت مبسوط منه؟ كنتش عارفه على حقيقته. على العموم انا ارتحت منه. انا سبت الشغل في المصنع. لا لا طبعا مالكش حق. مش سهل تلاقي شغلانه زي دي في المحروسه. شوف يا سمير، انا زهقت من المحروسه ومن مصر كلها. انا البلد دي ما تناسبنيش. ايوه فعلا، انت مكتوب على وشك كده لندن، باريس، نيويورك. بطل تريقة. انا جاي اسافر موقفي وهاجر. تحب تروح فين؟ اي حته، الدنيا واسعه. انا عاوز فلوس في المشروع، هحطهم على القرشين دول وابتدي حياه جديده في اي حته تانيه. ايوه بس خروجك من المشروع دلوقتي هيودينا في داهيه. ليه بقى؟ اولا انا ما معيش فلوس ادي لك حقك واخد المشروع كله لوحدي. نبيعه. هيتباع بنص الثمن. يتباع زي ما اتباع، انا عايز فلوسي وبس. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ جالي يوم وصول الدكتور نعمان المحروسه وقابلني عند بيت سيد عقل وطلب مني احضر له الفلوس، وقال انه هيفوت عليا تاني يوم في البيت ولازم اكون جبت الفلوس، وقال لي ده اخر انذار. وجالك تاني يوم في البيت؟ ايوه. جالك امتى؟ قبل الفطار بشويه. رابع مره بقولها لك، مفيش تفاهم غير انك تجيب لي فلوسي. وعروسه تعمل بيها ايه بس؟ انا حر يا اخي، هرميها في البحر، هحرقها. هي مش فلوسي. ايوه بس انا ما اقدرش ابيع دلوقتي، السوق نايم اليومين دول. مش شغلي، اتصرف. لا يعني اتصرف اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض اطلع بطيخ؟ معرفش. انا عايز فلوسي، انا عايز فلوسي. الله، فلوسي فلوسي، قلت لك ما عنديش، ما عنديش دلوقتي، اشتكيني. اسمع، روح المحكمة وطلع العقود والوصولات اللي معاك. ايوه كده، اظهر على حياتك. انت اتكلم، قول انك لهبتهم، قول انك شفطتهم. طب يا سيدي قول اللي ريحك. انا نهبتهم، انا شفطتهم. عاوز حاجة تاني؟ لا، مش كل الطير انت كلاحمة يا دكتور. انا دفعت من حياتي 10 سنين عشان الفلوس دي. انا غلطان اللي ما سلمتهاش للبوليس ساعتها. ده جزاء اني استأمنتك. اعمل اللي انت عاوزه. فلوس يا سمير. وليه كده بس؟ انت قد الحاجات دي. وإيه اللي جاب الجثة لجنينة بيت سيد عقل؟ أنا جبتها في العربية ورميتها هناك. وش معنى بيت سيد عقل؟ البلد كلها عارفة الخناقة اللي بينهم، وقلت ممكن تلبس سيد عقل، وحصل. بس مش على طول، الحق مصيره يبان يا دكتور. علي قام حاوت قبض عليه، وثبتت تهمة حرق المطبعة عليه، وسمير اعترف بقتل صادق، والمسائل انكشفت كلها. يستاهلوا. مش مهم ده كله دلوقتي، المهم هتعمل ايه في المطبعة؟ هعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. المطبعة لازم تشتغل، والجورنان لازم يطلع. يا دكتور سيادتك بتكلمني كما لو كنت راجل مالي كبير وعنده فلوس. تعرف سعادتك ان تمن المكنة اللي بقت حتة حديدة بعد الحريقة لغاية دلوقتي ما تسددش؟ انا عارف ومقدر ده كله. انا برضو قلت المختار ان المطبعة لازم تشتغل والجورنان لازم يطلع. اظن احنا قتلنا الموضوع ده بحث وانتهينا فيه الحل. اقدر اعرف الحل ده ايه؟ طبعا هسيب المحروسه واروح مصر، مش ممكن. يبقى لازم اقعد هنا. تقعد هنا تعمل ايه؟ ازرع. تزرع؟ هو ده الشيء اللي انت مؤهل له؟ ممكن اراسل جريده في مصر. وتكتب عن ايه بقى؟ تتكلم عن رئيس مجلس القريه، ولا تمدح ابن السكرتير العام، ولا تكتب لك كلمتين في صفحه الاقاليم؟ ممكن اكتب مقالات. مقالات فين؟ ومين بقى اللي هيقبل المقالات من صحفي غير معروف؟ ما تزعلش مني يا استاذ مختار، لكن الحقيقه مش هيفضل قدامك غير انك تكتب كلمتين في بريد القراء ولا في راي الجماهير. عندي سيادتك حل تاني. عندي حل مش تاني، حل اول ووحيد كمان. ايه هو؟ الجورنان ده لازم يطلع. ازاي بس يا دكتور؟ الجورنان ده مش بيتكلم عن مشاكل الفلاحين بتوع المحروسه؟ طبعا. يبقى خلاص،
الفلاحين بتوع المحروسه لازم يساهموا، اعملوا جمعيه تعاونيه وكل واحد يدفع اللي يقدر عليه. هم الفلاحين حالتهم حاجه يا سيدي، جنيه ولا اتنين من كل واحد مش حكايه، وتقدروا تطلعوا جنان برضه. صدقني في ناس معهاش الجنيه ولا نصه كمان، وفي ناس معها 10 و20. انا قلت كل واحد يدفع اللي يقدر عليه. فعلا هو ده اللي لازم يحصل، وانا يا سيدي حكون اول واحد يساهم. انما انا اقدر ادفع كام؟ نقدر ندفع كام يا سعاد؟ قول لي النسبه من رصيدك وانا اقول لك تدفع كام. شايف الاستعباط بتاع الست؟ انا هدفع 500 جنيه. لا احنا بنبيع ترمس مش اقل من 1000 يا دكتور. خلاص 1000. ولا اقول لك عندي فكره تانية. نفرض انك قعدت المده دي كلها هنا على حسابك، نشوف سيد عقل دفع قد ايه وتدفع قد اللي دفع. لا بقى، ده انت عايزه تخربي بيتي بالثلث. وهو سيد عقل اتخرب بيته. هو سيد عقل عنده مصنع، لكن انا عندي ايه؟ عندك مخ. تشكر قوي يا سعاد، ما كنتش فاهم ان فكرتك عني كويسه كده. خلاص يبقى نخش جد في الموضوع. وهنسميه ايه الجورنان ده بقى؟ صوت الشعب زي اسمه الحالي؟ لا، انا رايي تسميه المحروسه 2000. اشمعنى المحروسه 2000؟ لانه هيعبر عن الامل اللي المحروسه عايزه تحققه سنه 2000. حط الهدف وانت والفلاحين والاداره اشتغلوا عشان تحققوه. فعلا اسم لطيف جدا. خلاص المحروسه 2000، وتدفع انت بقى 2000، والا هنسميها المحروسه 1000. لا يا ستي، سموها المحروسه 5 على كده بقى وخلصوني. انا هروح لعزام وعبد الحليم اقنعهم بالموضوع. وانا هاجي معاكي. سلام عليكم. على السلامه، بس انا لازم اشوفك قبل ما اسافر. خلاص يا جماعه، انا موافق على المحروسه 2000، ومستعد ادفع اكتر من اي واحد فيهم. تشكر. احنا جايين وعارفين ان سعادتك مش هتكسف. ما دام حاجه فيها مصلحه للمحروسه انا دايما معاكم، بس ليا عندكم كلمتين. اتفضل. احنا مع حضرتك على طول. احنا هنعمل انتخابات جديده للجمعيه، وعايزكم ترشحوا ناس كويسين علشان تنتخبوا منهم واحد يبقى رئيس للجمعيه. لا ما احنا خلاص اتفقنا، عزام هيرشح نفسه واحنا كلنا هننتخبه. الجماعه حكموا رايهم، قلت ما باليد حيل. كمان المجلس لازم تنتخبوه من احسن العناصر. شوف يا سعاده البيه، لو الحكومه بعدت عننا احنا هنجيب احسن ناس، ناس تخدم بصحيح. ومال الحكومه يا سي عزام؟ ومال انتخابات الجمعيه؟ هو رئيس المجلس مش هو الحكومه؟ اهو كل مره كان بيقول لنا على حد بننتخب. اولا رئيس المجلس مش هو الحكومه، واظنكم شفتم رئيس المجلس اللي فات اتحط في ايديه الحديد. هي الحكومه بيتحط في ايديها حديد يا جماعه؟ بس بعد ايه؟ بعد ما نشف دمنا كم سنه. انتوا برضو الغلطانين، اللي يشوف الغلط وما يبلغش عنه يبقى مسؤول زي اللي بيعمل الغلط. تمام. واحنا سكتنا يا ما كتبنا عرايد وبعتنا شكاوي. ده كان راجل وعر قوي، ربنا لا يرجع ايامه. المهم خلونا في النهارده، المشاريع دي لازم تتعمل كويس، دي مشاريع تكسب بالحلال. ما احنا عارفين مشاريع تكسب دهب. مش ضروري تكسب ده، المهم تغطي مصاريفها وتجمعوا منها قرشين تصلحوا بيهم المحروسه. كده ليه؟ بفكر يا مدام سعاد، الحاجات اللي حصلت الكام يوم اللي فاتوا دول قلبت مخي خالص، وحاسه ان عاوز اترتب من جديد. قلبت مخك انت لوحدك؟ دي قلبت مخنا كلنا. بس تعرفي اللي حصل ده كان لازم يحصل، دي اول تجربه تمر في حياتي. تجربه الحب قصدك؟ ابدا مش حب، تجربه القبض على بابا وتجربه هروبي من البيت. تعرفي ان بابا اتغير خالص؟ انا ملاحظه كده برضه. لاول مره احس بحنيته واحبه. انا طبعا كنت بحبه زمان لاني بنته، لكن دلوقتي بحبه لانه راجل عظيم بيخاف عليا وعايز يحقق لي كل حاجه بحلم بيها. وايه رايك في الدكتور نعمان؟ ده راجل عظيم، كفايه ان هو السبب في كل اللي حصل. شوفي يا هال، انا كنت عايزه اكلمك من زمان، لكن كنت واثقه ان النصايح في المواضيع دي ما بتجيبش نتيجه، قلت اسيبك تعرفي الحقيقه، واديكي وصلت لها لوحدك والحمد لله. بس الفضل البابا والدكتور نعمان. شوفي يا هال،
بابا والدكتور نعمان شخص واحد. انت لما افتقدت الحب والحنان عند بابا حبيت الدكتور نعمان، لكن لما رجعت لبابا اصبح الدكتور نعمان في مكانه الصحيح. بس لسه بحب كفنان كبير ومفكر واستاذ، بس مش عارفه اقوله ازاي. تقولي لمين؟ للدكتور نعمان. عايزه تقولي له ايه؟ يعني ان احنا مش هنتجوز. من الناحيه دي ما تفكريش، الدكتور نعمان انسان ذكي وضروري فهم، وهو كمان اتغير. يعني مش هيزعل مني؟ بالعكس، تقديره ليكي هيزيد لانك هتبقي تلمسته على طول، وهو بالنسبه لك الاستاذ والمفكر والفنان وبس. وبس. اسمع الكلام، رجع للفلاحين الكام جنيه اللي دفعوهم، وانا مستعد اتحمل كل التكاليف. متشكر، انا عاوزك تساهم بس. يا راجل، دي المطبعه كلها ما تجيش تمن مكنه واحده من اللي هركبهم في الخط الجديد. الفلوس مش هي الاساس يا باشمهندس، انا عايز ان الفلاحين تحس ان المحروسه 2000 دي بتاعت كل واحد فيهم. ما هي برضه هتبقى بتاعتهم ما دام بتتكلم عن مشاكلهم. هتبقى بتاعتهم بصحيح لو كل واحد فيهم دفع فيها قرش، هيحس انها ملكه. تعرف ان في فلاحين اميين ساهموا في المحروسه 2000؟ طب ودول هيقروها ازاي؟ الله، صاحب جردانه ما بيعرفش يقرا. ده حتى طباخ السم بيدوقوا. انا واثق ان اللي دفعوا فلوس دول هيضطروا يتعلموا القرايه. هتقوم بقى يا باشمهندس، ايه الصلبطه دي كلها؟ انا الحمد لله بقيت كويس. انا جاي اودعك قبل ما اسافر، لكن قبل ما امشي كنت عايز اقول لك على قرار وصلنا له بالنسبه لهالة. خير، انا وهالة اتفقنا انها تشتغل في المحروسه 2000 مع الاستاذ مختار ومعاهم مدام سعاد. الله، وتنازلت عن مدام سعاد؟ حكم القوي على الضعيف يا اخي. لا قوي ولا ضعيف، انت كنت عارف كده كويس، عارف ان هيجي يوم اقول لك فيه عن اذنك، وهو اليوم جه. انت برضه استاذنتيني. حاصل. قالت لي انا هقعد في المحروسه، يعني هقعد في المحروسه. ما هي دي عن اذنك اللي انت عودتنا عليها. انا موافق يا هاله بنتي على راي الدكتور نعمان. متشكره قوي يا بابا. في حاجه تانية يا باشمهندس عايز اطلبها منك. انت تؤمر يا دكتور. انا شايف ان الصالون اللي تحت ده تسيبه زي ما هو، يمكن احتاجه رمضان اللي جاي. موافق، بس من غير جبس. صح. طيب يا باشمهندس، انا استاذن بقى. سلامتك، شوف وشك بخير. اشكرك واسف على اي ازعاج. ابدا ابدا، شرفتنا. شوف وشك بخير يا هاله. متشكرة قوي يا دكتور. أمال فين الواد هاني بتاع المزيكا؟ ياخدني بعربيته المهكعة مصر زي ما جابني منها. تلاقيه قاعد يمزك يا سيدي من ساعة ما وافقت له. مزيكت إيه بس يا إخوانا؟ حد يسيب الهندسة ويروح للمزيكا؟ هنرجع في كلامنا؟ لا لا لا، خلاص. الله، أنت فين يا مايسترو؟ مايسترو؟ حلوة مايسترو دي قوي يا دكتور. من ساعة ما اتحلت مشكلتك وانت مختفي. أصل الحقيقة كنت بفكر. فكر؟ إيه هاني؟ بدو الشر عليك يا حبيبي. الحقيقة كنت بفكر إن أنا أدخل الهندسة وأدرس الموسيقى في الدراسات الحرة في قسم المسائل. إيه الكلام ده؟ أصل أنا قبلت في الهندسة السنة اللي فاتت وما دخلتش. قلت السنة دي بقى أجيب شهادة مرضية وأدخل السنة الجاية وأبقى أدرس الموسيقى بالليل. ليه؟ أصل بابا قال لي أدرس اللي يعجبك. وانا بصراحه بقى اول ما لقيت نفسي حر ممكن اختار اللي انا عايزه قلت واد ما بديهاش، لازم بقى تشغل دماغك وتفكر. على فكره حكايه التفكير دي صعبه قوي يا دكتور. قوي يا هاني قوي، حتى بالنسبه للمهنته التفكير. بس في مشكله. ايه؟ انا كان المفروض اجيب شهاده مرضيه من الدكتور سمير، والدكتور سمير محبوس دلوقتي. لازم تجيبها من واحد بيطر يا خي. ما هو البيطر ده اللي عالج حضرتك برضه. صح. انت حبيبي. ايوه يا دكتور. ايوه. مادام حضرتك بقى هتسافر بعربيه هاني ضروري المغرب هتدن عليكم في السكه، ودي لقمه بقى للفطار. مادام بعربيه هاني شوف لنا لقمه للسحور كمان. زهره، انا نازل مصر دلوقتي، تحبي اخدك معايا اوصلك لاهلك؟ لا كتر خيرك يا دكتور نعمان، انا هقعد هنا مع اهلي الجداد دول. اهلي حديد.
أهلي أهلي. والله حيوحشني، والله حيوحشني قوي الدكتور نعمان. يعني كان ضروري يسافر. انت عاوز يقف في الحوص على طول. خلصت غالي عايز امشي. مختار خد افحص الشكاوى دي تلاقيه فيها مظبوط انشره في المحروسه 2000. يا جماعه الحل عندكم هنا مش في مصر. أنا عايز أقول كلمتين يا دكتور قبل ما سعادتك تمشي. وسط يا جدع. الحقيقة يا دكتور اليومين اللي قضيتهم معانا دول كانوا يومين عال. وصولك كان أدم السعد على المحروسة كلها. ونحمد الله إن إحنا قدرنا نوصل للنهاية السعيدة دي. لا يا عم عزام لا. دي مش النهاية السعيدة أبداً. إنما دي ممكن تكون البداية السعيدة. يا جماعة محدش هيقدر يعمل نهاية سعيدة في المحروسة إلا أنتم. مشاكلكم لازم تحلوها بنفسكم بإيديكم هنا في المحروسة. لو ما كنتش أنا جيت هنا لا كنت هقدر أعرف حاجة ولا أقدر أعمل حاجة. اللي عايز يعرف المحروسة يجيها، واللي عايز يخدم المحروسة لازم يعيش فيها. شوفوا وشكم بخير. مع السلامة يا دكتور نعمان. سلامة سعاد. مع السلامة يا دكتور. قد أقبل السعد يا نعمان فابتهجي يا درة الشرق والأرواح والمهجي. الغصن مال على الأشجار منتشيا والطير يرقص فرحانا من الألج. ذاك الهمام الذي قد شاد قريتنا لو شافك اليوم فينا راح ينتشجي. ايه زحقة يا جدعان. مع بعض يا جماعة. ايه ده هوب.